بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع الحاضرين معنا. إذن اليوم نحاول أننا نشتغل في الدرس الثاني وهو السرعة والحركة. سوف نشتغل بطريقة سابقة وهي طريقة درس مفصل، نحاول ندير تلخيص ثم نمر إلى تمرين أو تمرينين. إذن درس اليوم هو الحركة، السرعة والحركة. إذن أول فقرة وهي السرعة المتوسطة. إذن لضبط إيقاع حركة جسم نقوم بحساب سرعته. من بين أنواع السرعات هناك السرعة المتوسطة. إذا السرعة المتوسطة باللغة الفرنسية هي لا فيتاس موين. إذا نرمز السرعة بالحرف زي، أو كذلك هناك رمز آخر وهو زي إم، لا فيتاس موين تساوي دي، المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة. لن أعود إلى هذه العلاقة وأركز جيدا على مفهوم المقادير المرتبطة بالسرعة. إذا السرعة المتوسطة V هي المسافة المقطوعة من طرف الجسم التي نرمز لها بالD على المدة الزمنية T اللازمة لقطع هذه المسافة. إذا بالنسبة الوحدات، فوحدة العالمية للسرعة هي المتر على الثانية، أو ممكن كتابتها كذلك متر سكوند موند. سوف أشرح لماذا. إذن ما دام أن الوحدة العالمية للمسافة هي المتر والوحدة العالمية للزمن هي الثانية، وبالتالي نستنتج أن الوحدة العالمية للسرعة المتوسطة أو للسرعة عامة هي المتر على الثانية. إذن متر على الثانية أو المتر في الثانية تكتب هكذا تساوي M سر S، S أس واحد. إذن M في S أس ناقص واحد تساوي M S موان. أما الوحدة العملية أو المتداولة للسرعة فهي الكيلومتر على الساعة، أو الكيلومتر في الساعة التي نرمز لها بكيلومتر سور اش، أو يمكن كتابتها كذلك كيلومتر اش موان. إذا نفس الطريقة كيلومتر سو اش، في المقام عندنا اش اس واحد، نقوم بتصعيد هذا اش الى البسط على السطر فيقلب اشارة الاس تصبح اش موان. نعم، لان لدينا وحدتين للسرعة، الوحدة العملية وهي الكيلومتر على الساعة او كيلومتر في الساعة، والوحدة العالمية وهي المتر على الثانية. طريقة التحويل بينهما، لأن بشكل بسيط جدا، تحويل بسيط، لأن هناك علاقة تجمع بين الكيلومتر على الساعة والمتر على الثانية. التحويل من الكيلومتر على الساعة إلى المتر على الثانية، نقوم بتقسيم هذه القيمة ديال السرعة على 3.6، والعكس من المتر على الثانية كيلومتر على الساعة أو كيلومتر في الساعة،
نقوم بضرب هذه تلك القيمة في 3.6. إذن لدي مثلا 80 كيلومتر في الساعة، أريد تحويلها إلى المتر على الثانية، 80 أقسمها على 3.6 فأجد هذه تلك القيمة بالمتر على الثانية. مثلا لدي 20 متر على الثانية، أريد تحويلها إلى الكيلومتر على الساعة، أضرب 20 في 3.6 لتحويلها إلى الكيلومتر على الساعة. إذن هذا تقريبا ما لدينا بالنسبة للسرعة. نواصل استغلال العلاقة V تساوي D على T، يجب استغلالها بشكل وتوظيفها بشكل صحيح، يعني توظيف الوحدات بشكل صحيح. إذا أردت حساب السرعة بالمتر على الثانية، يجب أن تكون المسافة D بالمتر والمدة الزمنية T بالثانية. وإذا أردت حسابها بالكيلومتر على الساعة، يجب أن تكون المسافة D بالكيلومتر وتكون المدة الزمنية T بالساعة. وإذا حسبت السرعة بإحدى الوحدتين العملية أو العالمية، فيمكن التحويل بينهما. إذا لدي السرعة V تساوي D على T، إذا المسافة D، إذا كان لدي سرعة الجسم والمدة المستغرقة لقطع هذه المسافة، يجب أن لحساب المسافة D أقوم بتطبيق العلاقة الآتية: D تساوي V في T. وإذا أردت حساب المدة الزمنية، علما أن لدي المسافة المقطوعة والسرعة سرعة متوسطة الجسم، أقوم بتطبيق العلاقة الآتية: المدة الزمنية T تساوي المسافة المقطوعة D على سرعة الجسم. ويجب أن أشتغل بوحدات متطابقة أو متجانسة. نعم، هذا بالنسبة للسرعة. أعيد تذكير بالمقادير. فالمقادير الفيزيائية مرتبطة بالسرعة. فالسرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة. أعطيكم مثال. مثلا لدي شخص انطلق من بنغرير مثلا على الساعة 7 صباحا، ووصل إلى مراكش على الساعة 9 صباحا، ووقف الاستراحة في سيدي بوعثمان مثلا لمدة نصف ساعة. إذن أثناء حساب السرعة يجب، إذن مدة السفر هي من 7 إلى 9 هي ساعتان، لكن يجب خصم أو نقص نصف ساعة التي استغرقت في الاستراحة. إذن فالمدة المستغرقة ليست هي ساعتين أثناء حساب السرعة ديال السيارة أو مركبة أخرى يركبها ذلك الشخص، فإن سرعة تلك المركبة أو تلك السيارة هي المسافة المقطوعة بين مدينتي بنغرير ومراكش على المدة المستغرقة لقطع هذه المسافة، وهي ساعة ونصف. يعني قمت بخصم من مدة السفر نصف ساعة التي خصصت للاستراحة. نعم، هذه النقطة الأولى، السرعة المتوسطة مفهومها، كيفية حسابها، وحدتها العالمية والعملية، وكيفية التحويل بينهما. الآن نمر إلى فقرة جديدة وهي طبيعة الحركة. إذن طبيعة، هذه الفقرة الثانية في السرعة والحركة. إذن بالنسبة لطبيعة الحركة، فيمكن دراسة طبيعة الحركة بواسطة تقنية التصوير المتتالي للحصول على تسجيل الحركة، حيث أننا نتابع حركة جسم بواسطة كاميرا رقمية التي تم ضبطها على مدة زمنية معينة، حيث أننا بعد مرور نفس المدة يتم تصوير موضع الجسم. مثلا لدي نقطة من جسم صلب في حركة إزاحة مستقيمية، مثلا نقطة M، موضعها الأول هو مثلا M صفر، بعد مرور مدة معينة أصبحت في الموضع M واحد، ثم في الموضع بعد مرور نفس المدة أصبحت في الموضع M اثنان، ثم بعد مرور نفس المدة أصبحت في الموضع M ثلاثة.
مثلا المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل الموضعين هي مثلا ثانيتين. إذن مدة الفاصلة بين موضعين هي حسب وتيرة الحركة، فمن موضع M1 إلى موضع 2 كذلك يلزمه ثانيتان، من موضع M2 إلى موضع M3 كذلك ثانيتان. إذن فإننا نلاحظ بأن المسافات M0 M0 M1 والمسافة M1 M2 والمسافة M2 M3، هذه المسافات التي قطعت خلال نفس المدة وهي ثانيتان فهي مسافات متقايسة، وبالتالي نقول أن طبيعة الحركة فهي حركة منتظمة، حركة منتظمة. وكذلك إذا تحدثنا عن سرعات الجسم خلال هذه الحركة فإنها سوف تبقى ثابتة. النوع التالي من طبيعة الحركة وهو الآتي، مثلا النقطة M من الجسم أو الجسم كان في هذا الموضع M0، بعد مرور ثانيتين أصبح في الموضع M1، ثم بعد مرور ثانيتين أصبح في الموضع M2، ثم بعد مرور ثانيتين أصبح في الموضع M3. إذن الانتقال من موضع M0 إلى الموضع الذي يليه M1 يلزمه ثانيتان، ثم هناك ذلك ثانيتان مثلا، ثم بعد ذلك ثانيتان. في هذه الحالة فإن المسافات M0 M1 والمسافة M1 M2 والمسافة M2 M3 كلها قطعت خلال نفس المدة وهي ثانيتان، ونلاحظ مع مرور نفس المدة أن هذه المسافات تتزايد أو في تزايد، ونقول أن طبيعة الحركة في هذه الحالة حركة متسارعة. حركة متسارعة. وكذلك إذا تحدثنا عن السرعة فإن السرعة في هذه الحالة تتزايد خلال الحركة، من طبيعة الحال منح الحركة هو من اليسار إلى اليمين، المنح التصاعدي المنح التصاعدي للمواضع. إذا ويمكن أن تكون طبيعة الحركة هي كالآتي، الحالة الثالثة مثلا جسم كان في الموضع M0 بعد مرور ثانيتين أصبح في الموضع M1، بعد مرور ثانيتين أصبح في الموضع M2، ثم أصبح في الموضع M3. إذن المسافة M0 M1 أو M1 M2 أو M2 M3 فهي قطعت خلال نفس المدة وهي ثانيتين، ونلاحظ بأنها تتناقص، وبالتالي نقول بأن طبيعة الحركة في هذه الحالة حركة متباطئة. والسرعة من طبيعة الحال فإنها تتناقص خلال هذه الحركة. نعم، إذا أردنا رسم مخطط سرعة هنا أرسمه بلون آخر، مخطط السرعة الذي يبين سرعة الجسم، تغيرات سرعة الجسم مع مرور الزمن، فنجد أنه عبارة عن مستقيم يوازي محور الزمن، يعني أن السرعة مهما يكون الزمن فهي تبقى ثابتة. في حين بالنسبة للحركة المتسارعة فمخطط سرعتها مثلا يمكن أن يكون على الشكل الآتي، فالسرعة في تزايد، السرعة تتزايد مع مرور الزمن. أما بالنسبة للحركة المتباطئة أعيد، فمحور العمودي هو محور السرعة، والمحور الأفقي هو محور الزمن. إذن هنا فالسرعة تتناقص مع مرور الزمن. إذن كتلخيص لتعليل طبيعة الحركة من خلال تسجيل، إذا كان لدينا تسجيل للحركة يعني المواضع المحتلة من طرف الجسم أو نقطة من الجسم مع مرور نفس المدة، وأحدد طبيعة الحركة حسب المسافات المقطوعة خلال نفس المدة، هل هي متقايسة أو أنها في تزايد أو أنها في تناقص. إذا كان لدي تسجيل لا يمكن أن أقول أن السرعة مثلا تبقى ثابتة في التعليل في التمارين،
نعم، إذا حركة، طبيعة حركة يمكن تحديدها حسب المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية، هل هي في تزايد أو هل هي في تناقص أو أنها تبقى متقايسة. كما يمكن كذلك تحديدها من خلال تغيرات السرعة مع مرور الزمن. إذا لا تنسوا بأننا تحدثنا الآن عن السرعة المتوسطة ثم عن طبيعة الحركة. وأخيرا كتوظيف للسرعة وأخطار السرعة نمر إلى أخطار السرعة السلامة الطرقية كفقرة ثالثة. سوف أتحدث بإيجاز. إذا فأسباب حوادث السير عديدة ومتعددة، بينها عدم انتباه السائق، عدم احترام إشارات المرور، لكن يبقى السبب الرئيسي هو عامل السرعة. إذا سوف نرى نتناول السلامة الطرقية من جانب، من زاوية السرعة، كيف أن السرعة يمكن أن تؤثر على مسافة توقف مركبة، سيارة أو شاحنة أو حافلة عند رؤية سائقها لحاجز. مثلا لدي سائق يسوق مركبة، سيارة أو شاحنة أو شيء آخر، إذن وهو يسوق سيارته لاحظ وجود حاجز أو خطر، حاجز أو خطر، يعني شيء معين يحول دون مواصلته لسيره العادي، مثلا طفل يعبر الطريق أو مركبة أخرى، سيارة أخرى تتوقف فجأة، أو مثلا جذع شجرة ساقط في الطريق، أو حيوان يعبر الطريق إلى غير ذلك. إذن هنا لحظة رؤية الحاجز. السيارة مثلا كانت تسير بسرعة معينة زي قبل رؤية الحاجز. إذا رد فعل سائق المركبة إزاء رؤية الحاجز أنه سوف يقوم بالضغط على الفرامل. إذا ما بين لحظة رؤية الحاجز والضغط على الفرامل على الأقل يتطلب ذلك مدة ثانية واحدة على الأقل، إذا كان الشخص منتبه مركز وفي كامل قواه العقلية والجسدية. إذا هنا لحظة رؤية الحاجز أو الخطر. إذا لحظة رؤية الحاجز، لحظة عفوا هنا ليست رؤية الحاجز بل لحظة الضغط، عفوا لحظة الضغط على الفرامل أو بداية الفرملة. إذا قلت بأن لحظة رؤية الحاجز ولحظة الضغط على الفرامل تتعلق بالسائق، وبالتالي نسميها المسافة المقطوعة بين هاتين اللحظتين تسمى مسافة رد الفعل التي أرمز لها ب distance de réaction DR. إذا فمسافة رد الفعل هي المسافة المقطوعة خلال مدة رد الفعل. إذا كانت مثلا مدة رد الفعل هي مثلا تآخ temps de réaction تساوي ثانية واحدة، فيمكن حساب مسافة رد الفعل بالعلاقة الآتية: مسافة رد الفعل هي سرعة المركبة أو سرعة سيارة أو شاحنة التي يركبها ذلك السائق في مدة رد فعل السائق. إذا ما دام أن
مدة رد الفعل يعبر عنها بالوحدة الثانية، لتحقيق تجانس الوحدات يجب أن تكون السرعة سرعة المركبة بالمتر على الثانية. إن لم تكن بالمتر على الثانية، إذا كانت مثلا بالكيلومتر على الساعة، يجب تحويلها إلى المتر على الثانية بالطريقة التي رأيناها، تقسيم تلك القيمة على 3.6. بالنسبة لمسافة رد الفعل، ما دام أن السرعة بالمتر على الثانية والمدة الزمنية بالثانية عملية الضرب، سوف نجد أن مسافة رد الفعل سوف نجدها بالمتر. إذا هذه مسافة رد الفعل، إذا أردنا تحديد العوامل المؤثرة في مسافة رد الفعل من خلال العلاقة، يتبين أن كل ما كانت سرعة المركبة كبيرة، كل ما كانت مسافة رد الفعل كبيرة، والعكس صحيح. وكل ما كانت مدة رد الفعل السائق كبيرة، كل ما كانت مسافة رد الفعل كبيرة، يعني تتعلق كذلك بدرجة انتباه السائق، درجة مسؤوليته، درجة انتباهه، يعني إلى أي حد هو متناول لمخدرات أو شيء من هذا القبيل. نعم، وصلنا الآن إلى لحظة الضغط على الفرامل. إذا أعيد أركز، مسافة رد الفعل هي المسافة المقطوعة خلال مدة رد الفعل من لحظة رؤية الحاجز حتى لحظة الضغط على الفرامل، ودائما تحسب بالعلاقة دي تساوي في في تي، أو مسافة رد الفعل دائق تساوي سرعة المركبة أو سرعة السيارة مثلا في مدة رد فعل السائق. نعم، إذا بعد ضغط السائق على الفرامل لن تتوقف السيارة مباشرة، سوف تقطع مسافة أخرى قبل أن تتوقف. إذا هنا لحظة توقف تلك المركبة أو تلك السيارة، هذا التوقف المركبة سيارة أو شاحنة إلى غير ذلك. إذا هنا ما بين لحظتي الضغط على الفرامل حتى توقف تلك المركبة تسمى مسافة، هذه المسافة تسمى مسافة الفرملة، أو كما نسميها كذلك مسافة الكبح، distance de freinage. نعم، إذا أثناء رؤية سائق للحاجز فإنه سوف يضغط على الفرامل، وبين هذه اللحظتين سوف تقطع تلك المركبة مسافة رد الفعل. ما بين لحظة الضغط على الفرامل حتى توقف تلك السيارة أو تلك المركبة تسمى مسافة الفرملة. إذا المسافتين معا من لحظة رؤية الحاجز حتى توقف النهائي للمركبة نسميها بمسافة التوقف، يعني مسافة التوقف يمكن تقسيمها إلى مسافتين، هما مسافة رد الفعل ومسافة الفرملة. مسافة التوقف distance d'arrêt، لأن DA لا علاقة بمسافة رد الفعل والفرملة، وهي أن DA تساوي DR plus DF، يعني مسافة التوقف تساوي مجموع مسافتي رد الفعل والفرملة DF. إذا هنا نطرح واحد شيء آخر وهو مسافة الفرملة. تكلمنا عن العوامل المؤثرة في مسافة رد الفعل، قلنا هي السرعة ومدة رد فعل السائق. بالنسبة لمسافة الفرملة، فالسائق قام بالذي يجب أن يقوم به هو الضغط على الفرامل. إذا يبقى الأمر متعلقا بجودة الفرامل، بحالة العجلات هل هي جيدة أو لا، بطبيعة الطريق هل هي ملساء أو خشنة، هل هي جافة أو مبللة، هل هناك منحدر، هل هناك مرتفع أو طريق أفقي. إذا مجموعة العوامل كلها تأثر لنا في مسافة التوقف. الآن في هذه الحالة التي أخذناها في هذا الخيط هذا، كنا إيجابيين ووجدنا أن هذه المركبة سوف تتوقف قبل الوصول إلى الحادث،
إذا هنا لن يقع اصطدام المركبة بالحاجز، لماذا؟ لأن لن تصطدم المركبة السيارة أو شاحنة أو شيء من القبيل بالحاجز، ولن تحدث حادثة، لماذا؟ لأن مسافة التوقف هذه المركبة أصغر من المسافة الفاصلة بين الحاجز والمركبة لحظة رؤيته. إذن دي أصغر من دي، هذه هي المسافة دي. إذا كانت مسافة التوقف دي أكبر من المسافة الفاصلة بين المركبة والحاجز، فسوف تصطدم المركبة بالحاجز وسوف يحدث حادثة. نعم، هذا كل ما لدينا بالنسبة للدرس. كنا ثلاث فقرات، لأن السرعة المتوسطة وطريقة حسابها، تكلمنا على طبيعة الحركة متسارعة مصطدمة متباطئة، وتكلمنا على أخطاء السرعة، السلامة الطرقية، مسافة التوقف، ومسافة رد الفعل، ومسافة الفرملة. الآن لن نطيل، نمر مباشرة إلى التمارين. وما تمكن في الحصة الماضية التمرين تم في نهاية الحصة الماضية بطلب من أحد المؤسسات، وقلنا لهم أنهم يأخذوا التمرين هذا. هو التمرين السابع، لأن تمثل الوثيقة، أقرأ التمرين وأترك لكم فرصة للإجابة. تمثل الوثيقة واحد تسجيلا للمواضيع التي تحتلها حافلة أثناء حركتها على طريق سيارة خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية قيمتها 3 دقائق. السؤال الأول، ما نوع حركة الحافلة، إزاحة أم دوران؟ ثانيا، احسب السرعة المتوسطة للحافلة بين الموضعين M0 و M5 بالوحدة كيلومتر باغ اور، ثم بالوحدة متر باغ سكوند. ثلاثة، ما طبيعة حركة الحافلة؟ علل جوابك. السؤال الرابع، علم أن السرعة القصوى المسموح بها في الطريق السيار هي 80 كيلومتر في الساعة بالنسبة لحافلات النقل العمومي، هل احترم سائق الحافلة قانون السير؟ يعني هل احترم السرعة القصوى المسموح بها؟ نعم، هنا سوف نثير واحد الموضوع، وهو طريقة مهمة جدا، حساب السرعة بين موضعين. إذا حساب السرعة بين موضعين هي المسافة بين هاتين الموضعين على المدة المستغرقة للانتقال من الموضع الأول إلى الموضع الأخير. مثلا إذا أردنا حساب السرعة بين الموضعين M0 و M5، أحسب مسافة بينهما حسب السلم حسب مجموعة المعطيات. عندنا السلم كل مربع 2 كيلومتر، يجب ملاحظة هذه الأشياء. ثم المدة الزمنية للانتقال من موضع M0 إلى الموضع M5. لن أترك لكم مدة تقريبا 3 دقائق للإجابة، حاولوا الإسراع في الإجابة ونمر إلى التصحيح. والذي أراد التدخل أراد الإجابة يطلب كلمة مرحبا. نعم، أول حاجة نبدأ بها وهي العلاقة V إيقال D سور T، نعم تساوي نعم، حاول الكتابة بسرعة أكبر. نعم،
نعم خمسة عشر دقيقة. نعم، إذا للتوضيح أكثر، لتحويل 5 دقائق إلى الساعة، 15 مقسومة على 60. عشرون، ثمانون، جيد. الآن تمكنت الحساب بسرعة بالكيلومتر على الساعة. إذن شكرا شكرا شكرا. إجابة صحيحة، لكن تتطلب واحد شيئا ما، نوع من يلزمها نوع من التنظيم فقط. إذن لازال تحويل إلى الكيلومتر على الساعة من المطرة الثانية. الآن أعطيه الكلمة لمؤسسة أخرى، أعطيه الكلمة للثانوي إعدادية البريكيين، ممكن أن يقوم لنا بالتعبير عن السرعة التي تم حسابها بالمتر على الثانية. نعم، لكم كلمة بريكيين، ولكم كذلك اليد للكتابة على السبورة. نفتحوا لكم كلمة، ممكن تتكلموا. نعم، 80 كيلومتر على الساعة. هذا الخطأ يرتكب بشكل كبير، 80 كيلومتر على الساعة. واحد مسألة نعاود نأكد عليها، 80 كيلومتر على الساعة. اسمحوا لنا دقيقة واحدة، يجب كتابة بهذه الطريقة، 80 كيلومتر على الساعة تساوي 80 مقسومة على 3.6 متر على الثانية. نعم، واصلوا. إذا كحساب نجد عند تقسيم السرعة على 3.6 لم يعد معبر عنها بالكيلومتر على الساعة، بل أصبح معبر عنها بالمتر على الثانية. 22 يجب أخذ رقمين بعد الفاصلة، 22.22 متر على الثانية. جيد، شكرا شكرا إعدادية البريكيين، شكرا لكم. جيد، غير واحد مسألة نعاود نأكد عليها. بالنسبة للسرعة، المراحل ديال الإجابة، أول حاجة اللي مهم هي العلاقة في إيكال دي سيغ تي. المسافة دي هي المسافة إم صفر إم خمسة، ولدي كل مربع فيه 2 كيلومتر، على المدة الزمنية المستغرقة للانتقال من الموضع إم صفر إلى الموضع إم خمسة، ما قام به الزملاء ديالكم. إذا لحسبنا عدد مربعات نجد 10 مربعات مضروبة في 2 هي 20 كيلومتر. 20 كيلومتر. المدة الزمنية انتقال من موضع إم صفر إلى موضع إم خمسة هي من إم صفر إم واحد، إم واحد إم جوج، إم اثنان إم ثلاثة، إم ثلاثة إم أربعة، إم أربعة إم خمسة، يعني 5 ناقص 0 5 في 3 دقائق هي 15 دقيقة. 5 في 3 دقائق 15 دقيقة، لن تساوي 20 كيلومتر.
15 دقيقة لتحويلها إلى الساعة يقوم بقسمتها على 60 يجد 0.25 ساعة، وبالتالي الصلاة هي 80 كيلومتر على الساعة، والتعبير عنها كما قام ثانوية البريكيين تقسيمها على 3.6 التعبير عنها بمتر على الثانية. عفوا نعم، نمر إلى السؤال الموالي. نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو الآن السؤال الأول نوع حركة فهي حركة إزاحة لم يتم إجابة عنه. السؤال الثاني مباشرة تحصل السرعة بين الموضعين M0 وM5 تم الإجابة عنه لحد الساعة. ثم السؤال الثالث، ما طبيعة حركة الحافلة؟ علل جوابك. أعطي الكلمة لأن من أراد الكلمة من أراد الجواب يطلب الكلمة. نعم الحاضرين معنا، إعدادية بريكيين، إعدادية واد مخازين، إعدادية طلوح، نعطي الكلمة إعدادية البريكيين مرة أخرى. نعم نعم لكم كلمة بريكيين. تفضلوا. لأن الخط غير واضح. نعم الآن جيد واصل. طبيعة الحركة. نعم تقصيد متسارعة. نعم تكلم، ممكن تكلم معنا بالصوت، تكلم معنا بالصوت الأفضل. طبيعة الحركة حركة متسارعة لأن المسافات تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. نعم صحيح، لأن المسافات تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. نعم صحيح، شكرا. الآن نمر إلى السؤال الأخير. وهو علما أن السرعة القصوى المسموح بها في طريق السيارة هي 80 كيلومتر في الساعة، فهل احترم سائق الحافلة قانون السير؟ هل يعني هل تجاوز هذه السرعة أم لا؟ هل هناك من إجابات؟ نعم نعطي الكلمة لسفيان. السؤال التالي اللي هو عما أن السرعة القصوى المسموح بها في طريق السير هي 80 كيلومتر، هل احترم سائق الحافلة قانون السير أم لا؟ فهو كان غادي ب 80 كيلومتر يعني أنه احترم سائق الحافلة قانون السير. نعم يجب التفكير بشكل آخر. هنا السرعة ليست ثابتة، فالسرعة طبيعة الحركة فهي متسارعة. متسارعة نعم. السرعة طبيعة السرعة فهي متسارعة، بالتالي فالسرعة سوف تتزايد. إذا لا يجب علينا بالوهلة الأولى أننا نجاوبه. يجب حساب أكبر سرعة للحافلة. فذلك أكبر سرعة بين أي موضعين؟ بين الموضع M4 و M5. نعم، إذا سوف نقوم بحساب سرعة بين الموضع M4 و M5 آنذاك.
ثم نقارنها مع 80 كيلومتر في الساعه. واضح؟ اذا ممكن تكتب لنا طريقه الاجابه على حساب السرعه بين الموضعين ام 4 و ام 5. تفضل. تفضل سفيان. انا مع خدام غير من البيسي فهمتي، ما تقدرش. نعم، ممكن تكلم بشكل، تكلم بصوت. فغادي نديرو في العلاقه كيفما ديما، في تساوي دي على تي. نعم، انا كنت نكتب معك في تساوي دي على تي. غادي نعطيو المعطيات، انا ما عنديش معطيات. اذا الدي فهي المسافه ام 4 ام 5. ام 5 نعم. كم لدي من مربع حسب السلم؟ كم لدي من تقسيمه؟ على ما اظن وقيله ثلاثه ولا زوج؟ لا ثلاثه. نعم، واحد اثنان ثلاثه. اذا ثلاثه في اثنان كيلومتر. نعم. تساوي سته كيلومتر. اذا وجدت المسافه بالكيلومتر. المده الزمنيه للانتقال من الموضع ام 4 الى ام 5 هو، من ام 4 الى ام 5 هو المدة الفاصلة بين موضعين متتاليين، فام 4 يليها ام 5، اذا ثلاثة دقائق حسب المعطيات. يجب تحويلها هي الاخرى الى الساعة. ساعة. نقسموها. نعم. على 60. كيف؟ ثلاثة مقسومة على 60. لا حسبتي آلة حاسبة. ثلاثة مقسومة على 60، اذا في انتظار الحساب. كم؟ نعم انا نحسب لك. نعم. صفر فاصلة. الجواب صفر فاصلة صفر خمسة. صفر فاصلة صفر خمسة اخ. والان اقوم بالتطبيق العددي كما جرت العادة. التطبيق العددي. في تساوي ستة كيلومتر. دي. وتي هي صفر فاصلة صفر خمسة ساعة. اذا حسبت سوف اجد 120 كيلومتر في الساعة. إذا هل تجاوز السرعة؟ لم يحترم قانون السير. إذا لم يحترم قانون السير. إذا ممكن تكمل الجواب 120 كم في الساعة، فهي أكبر من 80، وبالتالي بالتالي فتجاوز السرعة المسموح بها. إذا هنا يجب أخذ الحيطة والحذر عندما يتعلق الأمر بمقارنة السرعة ديال واحد المتحرك بسرعة معطاة. إذا كانت حركة متسارعة يجب حساب أكبر سرعة بين الموضعين الأخيرين، وإذا كانت حركة متباطئة يجب حساب سرعة بين الموضعين الأولين. إذا أتوقف عند هذا الحد، شكرا لانتباهكم، إلى حصة قادمة إن شاء الله.